لا تنظر النظر الحرام، غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تجنب المشاهد السيئة في الشاشات أو في ما يعرض وفي الأسواق، تجنب هذه الأمور، لا تساهل في النظر، النظر سهم مسموم من سهام إبليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السهم وين يروح؟ القلب، يطعن في قلبك، فإذا نظرت رجع السهم على قلبك جرحه، فسهم مسموم من سهام إبليس، بعد ما هو بسهم فقط، مسموم أيضا. تجنب النظر ولا تتساهل فيه، النظر إلى ما حرم الله ابتعد عنه، السماع اجتنب سماع ما حرم الله من الأغاني والملاهي والمزامير، وتعوض عنها بالقرآن والذكر